الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد استيعاب وحا عشر كوحو كبلا ميا كتابك العربية بين يديك جزك اللباب حاشدة لباب قولي يسني اللحن استيعاب وفهم لفهمه حوار كائن صومرني تدريب واحد ليلسك الكوبات ضع علامة الصواب علامة السحلة كقر أو خطأ أو علامة خطأ متى خلطك ثم صحح الخطأ ماشاء خلط كقر تأذق الصح الصواب سيا السحلة أنا حقا كقر. واحد سكن سلمان سلمان وحد دقنا في الشام شام بود دقنا مع أصخف يسقون لدقن وذات في كريستان كاها فهو صح. اثنين الشخص الذي طلب من سلمان قف كعود صديق سلمان أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي أطاقه رجل نبوها من نصيب مثلا إلى تشوق تري تاسوا قلضون من عمورية أي نكاسي تشوقي. ثلاثة من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أستامها النبي لو قرتوح كمد صلوات الله والسلام على النبي محمد أنه يأكل صدقتين صدقة عنه فاسنوا غلط وصدق دمو عن هدية عني. سبعة سيد سلمان سلمان انكي اسيد كهاي لها ظلم وكهيسي في المدينة مقالة مدينة يهودي انه يهودي يبوها ومن بني قريضة كاملة فاسنوا صح. خمسة حين سمع سلمان مركو سلمان مقالي كلام اليهودي انكي يهودي كهاي انكي شقيري ايمد اخذت وحقبتي رعشة تنبا قبطي ترلعا قبطي وهو تحت النخلة جيتك تمرت أبو هوس تاقنا تاسنا وقلدو جيتك أيو صارنا دوشيس. ستة أول مقابلة لسلمان مع الرسول صلى الله عليه وسلم كل انكي وقوه الرئي أولي يشي سلمان رسولك كانت في قباحة فضل إلى مدينة كمدة أيها هيد تاسنا واسع. سبعة عندما رأى سلمان خاتم النبوة سلمان قل قواركي شابدي نبي النمدة دم يستريسي قبله النبي قوله كذا وبكاوان أوي تاسنا واسع. تدريب تاني ليس كلابات أجب كل جواب باختصار سكوبا عما يلي وحصوص على واحد اذكر واحد سيكتا أسمع أربعة ديانات أفر دينود مقعيد وضا شيك أو ذكرت في النص هذا الكهر لقصوص شيكي وعكمدا يعني مجوسيد وعكمد وسلمان برقور هايسين شري وعكمدا دين يعني التوراة أو يهودية أي هايسين قولة يهود هايسان أما هايسينية وعكمدا نصا كريستانكا أما مسيحية دان نحن أو كريستانكو هايسين يدين تا إسلامكا انت أبو على صوت شيء. تثنين ما المقصود ما المكان وما حي ماشى المقصود اللي تشيده بعبارة هذا القرآن هي يهاجر وحي أسوق حدونا النبي إلى أرض ذات النخل قل تمر أي كبحضو حضلك ميش اللوغة تشيده وميلما ومقالة مدينة. ثلاثة ماذا فعل الركب محيكو سميين سفر كي أصور راعي في سلمان سلمان محيكو سميين في وادي القرى ميش اللي إلى مركي تشوغان ويدلمين درموه وباعوه ويدلمين ويئيبين وأضوهم بكريغين. ثلاثة أذكر ثلاثة أشياء صدح شيء شيء أو كان وها يقوم متسمية بها صدح هذا شيء سلمان في الشام مركو سلمان فارس الشام تشوغي صدح شقه قبل شرك ورن وعكمدها يعني أخدم وأقول وانو شقين شرنك أصغف جوداتك ووصلي وانت تكون شري وتعلم وحنو أنبري شري صدح هذا قضب سميني. خمسة لماذا ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم رسولكم فوق قاضي برداه قويسي عنك هيل تنك فوق قاضي يعني اللي يريا سلمان خاتم النبوة سوتوسو أيوه قاضي. تدريب ثالث ليلسك صدحات رتب اسكوها به الحداثة دعدوينك التالية اصوصعوتا
حسب ورودها سيغو سأرورتي في النسك هذا الكائن صومرني سيدي سيغو هجاج وها مركا إما كان ناقرا باعه الركب سفر كيبا إيبيي في وادي القراء ما يسأل إلى هذه كو إيبيين ومنها مقالة داسي أي جاء كيمد وحو أصوك عمركا إلى المدينة مقالة مدينة أصوى بقوري أو أصوى رقاقي أوني كيبا سوك حي إيبسدي ذهب إلى الشام شام بوتري ومنها مركو الشام حق دوحو قصو عبو بحادنا إلى موصل مقالة إلى هذه كتالة عرب فعمورية عموريو هدنا أصوك عي في المدينة مقالة مدينة قابل رسول صلى الله عليه وسلم نبيه كل كلمي لما رأى الآيات الثلاثة مركو أركي صدح دي أستاموت النبي قلها صلى الله عليه وسلم عليه يسوه هر الله الشيخي دال كان سلمان مجوسيا وهو أها نين مجوسي ودب عابدا ويعبد النار نار تعابدو أهان تربري يران تيسي ولما علم أن هناك نبيا مركو قادين حقا النبي شرو كصوبح يعني جزيرة العرب سيظهر كصوبح دون في أرض ذات نخل قل تمر له أيو سافر مع الركب صو لا صو سفر سفر كيس عليه صو راعي أنت هذا ضبع إسكوها جات يبغوا يسوق لحد لا تنتهي وحلا قبل أبا يدالك كان سلمان مجوسيا سلمان مجوسي بوهانشري يعني دب عابد يعبد النار دبك عابد شري كل كورة ساسوها وحكوا حكتب هذا ذهب إلى الشام شام قط كيلو رنشري بوتري ومنها شام نو كتجوه وكعي إلى الموصل مقالة إلى هذا العراق تعالى فعمورية وهذا أمر سلحات يتقي أيو تقي ولما علم هذا لقول حكسينية ولما علم مركو قاضي أن هناك نبيا إنه تشوغ هل كان نبي إنه تشرو سيظهر صوبح الدورة والإيمان في أرض ذات النخل قل تمر له يما قال تمر كبه هذا وصوقح الدورة أيو سافر أوه الله سفره مع الركب سفر كبه الراعي والسعودي حقا يتي هذا النبي صوبح عليه الصلاة والسلام باعه الركب صفر كيبا إيبيه يغو الظلمي في وادي القرى مكلا أي تشوغر ميسا ليلة ومنها مقالة داسي أي هاتنك صوامو بحي جاء الدبيتنا موحو يمين إلى المدينة مقالة مدينة هدبا في المدينة مقالة مدينة أي قابل كل كلمي الرسول الرسول كل كلمي صلوات الله وسلام عليه وأسلم وحو إسلامي أي هالك أبو جرتا لما رأى الآيات الثلاثة على مده صدح لها أستامها أها النبي الله الشيخي أهيد إنه صدقة عنين إنه هدية عنه إن خاتم النبوة هلك لبضة قرب لحدودة وكل يهي صدح دي موقع أركب الإسلامي مفردات هلك النواء رأيه كلي كلية تدريب واحد لا يلسك الكوباد هاتكين من النص هذا الكلام صامرني وحاتك صوقاتا كلمات كلمته بمعنى ما يأتي ورأيه دي نقص وصعودة أي اسكو معنيهين وحاقول يسو وقت واحد ووقت وحالا معنى زمان هو يكون شرتاب نسكا يتلين جاءت ويؤتمت بها القرن محال لا معنى وكتل حضرته وكتلتا ونسكا كقرين ولا معنى ثلاثة يدرسوا هالكا ونقنايا وبرنايا محال لا معنى وكتلتا يتعلم بها كتلتا واتعلموا بأنه صمر أربعة أصدقاه ساحبدي محال لا معنى وكتلتا أصحابه أصحاب الرسول يعني وكحر النبي عليه الصلاة والسلام يسكنوا أيالكا كتلتا يقيموا بالمدى يقيم والمد يقدم نو والمد والله بضوا أنه كسر أحمر ربي كتران ستة علامات بالك قرن سمضوا يأستاموا آيات بها كتران وأنه كسر أمرنا أرسل أيالك قرن وصادره بعث بالله معنى وصادره وكتر تمسك وحالمد وحيدنا محاها كتر ستيدة سافرت وأن لسعوداري رحلت بها أيضنا كسر وكترت وصعودار سفر كاف تسعة أحسن من يعني كون أحسن يعني أعجب وبا مركا لا معنى لو حلياب له خياب بدن أي لا معنى أو كسو شيء وحن لياب يقول الدين تكريستانكا يونا جيد تاسام مركا اسمع عنه نغنيا وكشرتي عشرة ولدي بنية بقى كشرتي وين صامرني رياضة أي لا معنى تدريب ثاني ليلسك اللبات هاتي ككين من النسي نسك واحد كسو قادة وهذا الكهوراء سلمان إنه قصو رمي كلمة كلمة كسو قاد تناسب قهبون كل كلمة مما يأتي كلمة هم طبعا كهالك كو قرن كلمة كو مناسبة نسك كسو قاد وحالك كو قرن خاتم وحالك كو مناسبة خاتم النبوة أيها القدر أيها هكذا واحد كو قرن
عليه السلام و عيالك اكو قرن والسلام بعد ما كان راعينيا هلقا واحد اكو قرن باسمي بسم الله ما جاء الهه كو بلا ابو نبي غوري وهلقا قرن يديه هلقا اكو قرن يعني واحد بركه بين يديه بلغنا مركا بين يديه هرتي سو دغه وضع بين يديه يعني قاطن بهلقا اكو قرن مركا واحد قاطن النار به يعني مد دل تاغن طبك او عابدو اها يعني halkan saw aba ku qoran fajra saw imburi ninka hore la igeey nin wadaado diinta aan ku dhaqmin buu haaburi halkan waxa qoran naqlin daata naqlin dul yaani timirle waadi halkan ku qoran waadi alqura meesha la ila alquraba la raacinaya halkan qurayda ba qoran bani qurayda ba la raacinaya halkana qaatala halka ku qoran qaatallahu bani qayla tabur wala taasa lagu daraya tadid talis laylis talis laylis sadahad ibhath baan على الكلمات الرياضة التالية صوص عطا في معجم يعني واحد كبارنا قاموس عربي أو عربية وسجل واحد قرطاء معانيها كلمة لها معنوه وذكر الصدقة بعض بارسة العلامة صدقة العلامة الغداد الهدية باع يزعمون كواسرة كبار قاموسك الوحدة الثانية عشر عشرة وهو وحدة لبئي طبنات أما قيبتها لبئي طبنات الشباب وواد اللي يرضى أيك ورميسا مرحلة المراهقة حلقة قفه وبالغة كسود وادو ويا وختقاسي أرابو أبيو حولي أنا وقليق آذبان أقور والبهار سنهي وأنا كمرو بي سنهي على ابن عمر إنا كيك عمر ليلة هذا أيوري لقد أصبح إنا كيوحو نغضي إما كأو بلابي يخرجون كبهو من البيت قريقة متى شاء أمركو دولين سكرة قاقو يسوال عندك أمر قادم ويرجعون صون نقضوا متى شاء أمركو دولين سكو يمادو ولا يخبروني أنو يشيقين بالمكان ماشا الذي ماشا يذهب إليه وتقيو إن أنو يشيقين ويساقون وحو رئيسين اختقوا دولين سكبحو واختقوا دولين وصوقوا أيو بلابي ولا بلا استقاء إن أنو يقور من صاحب هذا الذين صاحب هذا يذهب معهم وراعينا إن أنو يقور من بلابي إنك لو رجع عمر أنا خائف عليه إنك ونبقى أنا يابول أبيه باي الخال أبتي بايري هذا قاسي شعور ارتوى درين درين كاكو قجرة طيب وناكسا ومسؤولية حمبارسا وإلمها قبض يعني درين باك قبطا لو بهي لقى قبو إلمها لقى ورهيو ولكن لا تنسها إلوبين أنمنا كإنان كاغا عمر عمر لا إله هذا أطمع مخوح رما يسترتي السادسة عشرة واحد ترى هذا بسنكتي لحية تونادة أولا ماضي ومن عمره داديسة وهو يسوي الآن إمك في مرحلة المراهقة وحكوت لا مرحلة دي وكل واضين وبالغه ولا بد والله من مارمان أن تعامله إلى ضرارك أنت بحكمة سمرتلي وعقل إلى ضرارك أنت أي إمك الله من مارمان أرابو أبي وحويري كيف عامله سين ضرارك ما بحكمة سيدة حكمة دلان ضرارك ما هي تشيغي سواسدي الخال أبتيجي إنك أبتيجي سب أبتيجي بايري يشعر عمر عمروح دريميا الآن إمك بأنه رجل إنه نية هوي أو يعرفه قرنيا ما ينفعه وحي حطريا يوم ما يضره وحي دبا يبا إنه قرنيا وححوني وحسن وخلا قرنيا أو نقضيبه إمك آمسيني هاي وإن لو تليا ما أقول إمك قرابا بيحر في الحقيقة رنتي ما رنت لقى هذا يو أنا وعامله waxaan la dhaqmaa umar annika umar layla ka tifli sidii ilma yar baan la dhaqaa maqma loo la dhaqmaa anigu saan ilaahay ma qoro dhaqmaa wasiina yar waxaan ku dhif cal kada sida ayay la tafal kada sida ayay qul kada waxa dhe la taqul kada waxa hoodan ilbas kada waxa xiro la talbas kada waxa hayra hayran saasan ku dhaabuur waxa qabo waxaan ha qaban sida dhe oo u hadal sida ha u hadlin waxa xiro waxaan ha xiran sida caruurtaan la dhaqmaa buul al khaalu abtigi wuxuu yiri هذا أسلوب تاسوا هب غير سليم أن أهين مد وناكسن في التربية حق التربية عرورتكم وناكسن سيدا أدرى رغميسا معاملة الشباب لأن يردك صوكا عيسا لنغن كودو تختلف ويكد بنتاي عن معاملة الأطفال عرورت صلى الله رغميو يسر لأن يرد الله رغميو سمد ماها إما كان الماها الميار ماها نكني وأنا لأن يراه اللي حيث بنترا إسكو سيلا الله رغمو سيجي عرورت يريم سيبت عد عمر عنك عمر هذا صور رقته كافو كان دونا وانو كعرر دونا كونا إمن ما يبود هذا صور رقته الله حيال يوحى حيال يوحى أمرنا قوته ينهي كو إمن ما يبود وكاتقية
دبنا نوحي على أبو بعير هذا أرين تازي ما حدث فعلا ورناها واحد عيبه واسدا ونكو يقعر وانو يقدر ذي أرجعنا ما تعلى فهو يسقو يقضي وحقوله ما يستع معظم الوقت وقت انتي سب ضنبا مع استقاه صاحب ذي بلص عضاء جبي جسبا ولا أراه أرو ما بأركو إلا قلنا نير مو يعني أنا كاسمه بأرجنا هو يقف كنا يا أرجعه وما أقوله الخالو وحول أبتيجي غير أسلوبك حبك أضرارك مسبدل مع ابنك إنن كاجا تحاور معه ولا شيء كيسو وإنن كي وضع شيء كيسو واحترم حرمه يو حرمه أراه أركتيس يتلبي سنة حرمه ووحو سوتش دينه يو يوحو تعلي هاي يوحو دونه يو يوحو دينه يو حرمه وتحق لي هذا الكيس إلا ندرين قاربوا لي هاي وسيعود إليك وكوصر نقون دونا هذا سدايش أراب أبي وحوي جزاك الله خيرا إلهي وناك هو أول مريو وادي لا تلي سي يا خال عمر عمر ولا الكيو استعاب إما كوحوي استعاب ومعنه اللي فهمه تدريب واحد وليس كوبات ضع علامة صواب علامة صحلك أو خطأ أما علامة خلط كسار ثم صحح الخطأ وحي خلط الدبيت نصح واحد والدة عمر عمر هو يدي قلقة وي نحسنتها أموي مرويسنتها ويول بهارسنتها وخايفة عليه ويول بقريسا تاسوا خلط آبه وهي هو يدي ماهن إما هو يدي بنيل آبه أيها غفق ويول بهارسني تتنين بلقى عمر عمر وحو قال السابعة عشر من عمره دادي سوحو بريسا تضبية طبعا تاسنا وقلط اللي حيطهم بوها ثلاثة ألاب آبه يعامل وحو رغم عمر عمر كصديق نين لسحبها أوكره تاسنا وقلطه كطفل مولى رقمي عروري المير أربعة يقضي عمر عمروح وقصر رميسا معظم الوقت وقت انت بضن مع الأسرة قويس كودو لتشوغا تاسنا وقلطه مع الاستقاب للميسني خمسة يرى ألابو أبوه أركا عمر عمر وحو أركا قليلا إيربا تاس واسح اسمي أركين إير مويان تدريب تاني ليس لباد رتب الجملة جملة لها اسكوها بيه أليات التالية تصوص عطا كما ورد في الحوار سيقص أرتي حوارك إما كوا حالك قرن الجبل مرتبة يقوها بيسن حالك قر وحو قر إما كل الكوبات لا يخبر والده بالمكان ومشى يقى آبه ماشى الذي يذهب إليه وتقي عمر ومشى يقى اثنين أبو أبوه يعامل وحول رغم عمر عمر كطفل سيء المير ثلاثة يشعر عمر عمر وحول إما كدريمية أنه رجل نيهي يفهم كل شيء نوحول بقرن ينيهي أي إسوها يستعب إنك استوى يا رمي أبو ذلك دبنت هاي لكن حسوا أركانين إما كوحوا البقران كلا إسكو فلن عمر عمر أربعة يقضي عمر روح وقودنا ما يستاع أو كسو قتا أما لتشوغا معظم الوقت إنت بضان وقتك مع استقاه الساحب دي ووالد كيسا يقولي يحا مشعلا يخرج عمر من البيت متاشا عمر قولي قوح وقبا حامر خدونا عدنا حلم ويديو أو هيا بحد يتشير لسوق مرقدو مشكلتك إنك هاي سدق كينا الصوماليات إن أنا حرير لحين والدك يو ولدك أو أنا وذا سعن المه والدك أنا فهم سنين درينك المه أولي هاي واي وحو على هذا فاقد الشيء لا يعديه قف وحانو هاي ما بحيه والدك التربية في عن مره انتي سبطن ولما صوت تربين لما نترين سن إذا مركا أقوم دينيه دي يتوكلا انت بطن ما يدقن مركا وحبا تربين كرو واي بفهم سنة بقى درينك المه يرنا ما قرن ايوه وحكومة سين هاي ما قرن أيوه وحوي مشكلة دي شرتها كل كانوا قرنينين قفك ويني وحو تخير كتر ما مكره أما سو توزين كره أما واحد دريم يبي هدانو قرنين ما توزين كره إنه عن تينو دلي إنه مو يعني ما فهم أيوه وده بعد توين كأبها هن إن لحليه حاجة تربية ضاع يا هايستد وما دن صومالية نبت ويني كتها جنت هاي أبضك أي تهريب يان أبضك أي لوم يان أني والد في حبك دقي سنين إنك استوى عنصر هذاك أي سوالف سكت هاي لكن مشكلة دو واحد هاي المهي والد في حبك يسوي شيء جيان هذا والد في حشاي المهم ما قاعدنا يوم والد في المهم حشاي شيء جم الدنيا يوم تبعنا وحبك هم صوب حان لحدوه ده المهي لهي هاي كتير مو يعني متربيت لسيف عنه ويري وأجب ويري تزوج دبوين أو تاجن مجتمع سمايل ده حد أو بحان إن حالك هذا اللي هذا والدك يروح وبهاي المهير إنه فهمه إنه قدريه إنه سوكريه إنه وحشه إنه تلمامه لشيء كيستو وعقليه وانيه
isagu uu la saaxiibo arruha aanu ka raacin kala haro ilaa inta aqligiisu gaar inuu ku sibaalo doonaya inta suu filanay oo wax kala arkayo laakiin haddii aan muraad ba kala hayn ama aan is aqoonba ama inta sarkeenba yaraato ilmihii tarbiyo u baahnaa xanaan u baahnaa tacliin buu u baahnaa tilmaan buu u baahnaa muu helin markaa soomaali markii waxa uu dhaqmi jirtay demihii bay ku nooleydo qofka xoolaha markiiba loo dirjiyo gaashaan qaad buu noqon jirayo meelo uu warwareegaaba ma jirin qofa duruufo ayuu la halgamaya qof laakiin maanta oo kale haddaan wax laga bedelin tarbiyada taagan maanta khasaaro badan baa kasoo baxaya iyo dhibaatooyin dhalinyaro badan baa kasoo baxaya oo ciidankii macalimiin badan buu yeelanaya aada u fara badan hadday mujtamaca tahay uu la nool yahay hadday tahay t v-ga hadday tahay hadday tahay jaraa'idada hadday tahay balaayo iyo sarcadba kusoo ururay oo u baahan in lala qaybso la tilmaamo dabeedo taasuu ka warramaya dhibaatooyin adduun ka taagan weeye inagoo qura maa marka waxa uu haddaba isku habee buu ku yihi marka waxaanu isugu habeyn karnaa marka ugu horeysa waxaan wa yakhruju cumaru min albeyti mataa shaa cumar guriga wuxuu ka baxaa markuu doono aabihiin waxa ma weydiiyo laa yukhbiruhu ma warrama waalidahu aabihi bilmakaani meesha aladii yadhabu ilayhi halkaasaan tegayna ma yidhaaba inuu u sheegan xataa ma doonayn xataa hadduu weydiiyo inuu sheegaaba diyaar ma haba yashcuru cumaru cumar wuxuu dareemayaa annahu rajulun inuu yahay nin yafhamu kula shay wax walba garanaya waana lix iyo toban jir waxaan isu haystaa inuu wax walba garanayo in wax loo sheegana ay dhaliilba ku tahay oo qofka yidha waxaasi iska daa inuu caqligiisiba yasayo ayuu qaadanaya gebigiisa in la yidhahdaba ma ogola marka waxaa ku xigta alaabu yu caamilu aabuna wuxuu la dhaqmaa cumara cumar ka difli sida ilmo yar weli caruur buu haystaa isaguna waxaa ha samayn waxaa samayn waasa inu inta badan u dhaqano saasina sida guusha inta badan lagu gaadho maaha yaqdii cumaru cumar wuxuu ku dhamaystaa mucdama alwaqti inta badan waqtigiisa macaasiqaahi guriga uu ka maqan yahayba saaxiibadii uu iska raacaya oo waxyaabaha dhibaatada ka dhalato marka u baahan tarbiyada in laga saxo tadriib taani tadriib waaxid mufradaad horta mufradaad waa eray eray tadriib waaxid layliska koowaad imla alfaraaqa meesha bannaan waxaad ku buuxisaa bilkalimati almunaasiba kelmadda ku haboon ku buuxi min asunduuq halkan sunduuqa ah ee buluuga ka soo qaad azraqa ah waaxid aطaa'iratu alrixlata bisalaamin buu kuu qoran waxaa markaa aad soo qaadanaysaa atamat way dhammaystirtay aطaa'iratu diyaaraddii alrixlata safarkii iyo duulimaadkii ay u baxday bisalaamin si nabadgelye ah ayay ku dhammaystirtay faadimatu sadiiqataha bikhabari zawaajiha halkaa kugu qoran waa itniinka waxaad ku qoraysaa markaas soo qaadaysaa akhbarat waxay uga warrantay faadimatu faadimi sadiiqataha saaxiibadeed saaxiibadeed inantay saaxiibad ahaayeen bikhabari zawaajiha warkii ku saabsanaa guurkii ay guursatay ayay leedahay guurkay waan guursaday saasaa dhacday sheekay uga warramaysa talaata axmadu kitaabu fi lmadrasa halkaa kugu qoran waxaad soo qaadanaysaa nasya wuu soo iloobay axmadu axmed kitaabu kitaabkiisi wuxuu kusoo iloobay fi lmadrasati buu kusoo iloobay arbaca halkan waxaa kugu qoran sadiiqaka walaa tufrid aara'aka calayhi baa kugu qoran waxaa lasoo qaadanayaa xaawir la sheekayso sadiiqaka saaxiibkaaga walaa tufrid ha ku waajibnin ha kuna khasbin aara'aka aragtidaada calayhi saaxiibkaa oo saan ugu arko un yeel ha odhanne yacni wada tashi wada sheekaysi isqanciya haddaad qancin kala weydo ha ku khasbin ra'yigaaga waxaa halkan ku qoran haadaa camalun annaasa baa ku qoran waa kashanaade waxaad odhanaysaa haadaa kani camalun waa shaqo yaduru dhibaato ku haya oo dhibaya annaasa dadku dhibaya waxaanad qabanaysaa halkaa yaduru baad soo qaadanaysaa halkanka lixaad isinta icmal camalan annaasa baa halkaa ku qoran shaqo shaqee shaqo dadka baa kugu qoran waxa weeye icmal camalan shaqo qabo yanfacu baad soo qaadanaysaa wax u taraya annaasa dadka wax anfacaya u qabo ummadda wax anfacaya ka shaqee tadriib taani layliska labaad haati waxaad keentaa alkalimaati almuraadifa kelmadaha la macnaha ah limaa yaati waxaa inagu soo socda kuwa isku macnaha yihiin min anasi hadalkii ka soo qaad salmaan huma istacmilhaa u adeegso fii jumalin jumlooyin ku dar min inshaaika adigu aada curiso yacmalubaa halkaa inagu qoran yafcalubaa la macnaa oo lasoo qaadanaya yacmalu maxaa la macnaa yafcalu yushaahid markaad naska ku noqoto yushaahid waxaa la macnaa yara ayaa laga helayaa oo la macnaa yuriidu ayaa halkaa ku qoran yuriidu waxaa lamid noqon kartaa yashcuru yacni wuxuu dareemayaa ayay isku mid noqon karaan waladun baa halkaa qoran ibnun ayaa la macnaa yacuud wuu soo noqdaa yarjicu bay isku macna yihiin
صحيح في الحقيقة يسمع نغنيا إريه ذا سمكة الجملة أضغو كلي أصوات وإريه التقاء صوتين حتى يسوي مادان أو يسكو حقان لبطة واق المثلين اسكمده والله حرف اسكمده أيان كالينا التقاء صوتين المثلين لبطة واق اسكمده والله حرف اسكمده ويقول كل صوتين لبعض أوكستا أو مثلين اسكمدها أو التقيا كل مي وأولهما ساكنون لبطة حرفنا كور ريبين هاي وجب وحواجب إدغامهما إن ليستحق ليو إن لبطة ليستحق ليو ونطقهما إن لقوة رواق كالحرف اللي أقوله وقصد حرف الواحد كليا المسدد والأكيو شدن يلا أقوله واقيا استمع لقيسو واللاحظ فرسو فضرب به بهكا فضرب به مركا فضرب به لما بود بيسكو حقا فهروي ريبان تاري لبنو ورسكو إدغامي حتى لبك الموت بكل جران هل بأو شدن بالغرقا فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم لما تقود تهروي ربان تاي تبعنا تأقول على قديم الصيد قامي فما ربحت تجارتهم لو بقول لك على خير مايو وقد دخلوا بالكفر بارك الله قرن وقد ودال ربان دخلوا ودال حركة سب ولا استحق لنا هل دال بارك الله واقعي الشدن وقد دخلوا وذنوني إذ ذهب مغاضبا إذ ذهب أفرزو إذ ودال ربان بارية ذهب نوع من حركة سب ما كان قرن قامهرنا يا إذ ذهب هل مرم بالقرآن واقعي من سيدن وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بالك القرآن أج وقل والله مرحبا لام لهم كتيرا كتن بيها لولاها اللام بالسكرية وقل لهم ولا شد يوم وهم من خشية مشفقون بالك القرآن وهم وامين مرحبا مشفقون وامين حركيزا ما من خشية ما نتشيدا من خشية من وامين حركيزا هو أصدبا هل مر بالقرآن فنيا وهم من خشيتي وهم من خشيتي مشفقون وهم من خشيتي وهم من خشيتي مشفقون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا عن إيا النفس لبدا نون وادر كيسام من دور ربي من دور كربي خلما عن نفس مرونين مربع القدر واقعي أينما تكون يدرككم الموت ملك استوى تشوكتان بقيرد ويدن كمانس إذن قفي ميش يدرككم الموت يدرك يكم سماها هل مر بالاس كل حريه كاف قار يدرك كاف غرور ربي كم كدمر وجودي هل بالا ودوا يدرك كم الموت ملاحظه نحويه ام كانوا ملعسي يجلعو حق النحوده جزم الفعل المضارع ربي تان كفعل كمضارع المعتل الاخر حق دمبك بوكا يا مو أمي أمي ألف قطن بيو يجزم ولا ريبا الفعل فعلك المضارع يا مضارعة المعتل الآخر حق ضمك بك وحلقوا ريبا مركز ريبيو بحذف حرف العلة حرف عذر كأبا لقوية ويبقى الحركة قبلها حركة كوريسي حرف علهنا ولا دايا سيدا لو دايا أدرس برا أو والله حدو فرسو ألف وقيمته ريه يسعى الرجل وهو يعني أصعدا ننكي إلى الخير حق هناك يعني كشقينية وحلونا مالك اللام يسعى ومصعده الرجل ننكي إلى الشر حق حماته ومصعده مالك اللام يسعى بينه يا دي بينه أما ألف كي بينه قويني يسعى 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 ألف كي بينه شرني تبين يا أصورنا واحد تبين أنه سمعين عين كي بينه ريبني عين كي حركة دي سينوه للداي سيدة لقود دينية مالك اللام يسعى مالك فتحها للريبه هل كذي أي تالو حضرنا سامشين ألف كم قيها يدعو وحويه يا الولد إنك صديقه صاحبك لم يدعو أميير الولد إنك صديقه صاحبك أميير مرك لم يدعو مرك أمر من جازمك قري ووجب إنك ضمدين ولا داي ضمد صحة المعنون طاي إن هل كاو كم قيها يقضي الطبيب وحقد وحقد ما يسنا يا نختارك العضلة تفسحي وفسح بوكشرة لم يقضي مقادن مرا غودن الطبيب لو اختارك عدله تفسحي سمو قادن او من وراح جيت تفسحه واسكبت دايو شقده يعني كدره ما قادن فسحيسي marka lam yaqdib wa hay aba udmisi harf jaziba ba galo lama lam yaqdib alay ya diba la gooy kasaradi koorisa baad ka saaray seedi ba lo daay waxa tilmaamaysa harf go'an inuu ya yahay yusalli al muslim al dhuhra wuxu tukanaya qofka muslimki salaada dhuhr lam yusallimatukanin
المهمل نينك وضيع عطبنا طيع عطبنا طير سقبنا الظهر الظهر كي وضيع سمتكن ما كان لم يسلي بالي يسلي به هذا حرف جازم وبا قري دبني يادي بالا دوي كسر دي كوري سوال الداي او يسلي بالي يسلي لو قرت ميسي اي كما قنت تدريب اما هو ليس هاتي لكاري المضارع فعل كمضارع لكاري ومن الافعال كمذا فعل لدا الاتيتي اما يعني واحد كان من الافعال فعل لدا الاتيتي سو صوده مسبوق اسو لغه ريسي فعل كمضارع بجازم حرف ريبا يدو لغه ريسي وضب بد حركه آخر حقي سدب بالشكل حركه دي ادو صار ريبنين كايد ادو صار اما حركه دي كهريسي حرف لغوينيو او حركه دي وخلا ساريا قبل حرف العله كهريسي وموقنسه كما في المثال الماضي المضارع ومرفوعة هي مضارع مجزومة ستة حساس كحجة وماضي مضارع أو قدم مضارع أو رهيب ستة حساس دبس عضا مدمي نوتو سالي يقول أعطى يعطي أعطى وسي يعطي وسينا لم يعطي موسين مالك أسال الرهيب تبدي أبي هل يادي بالك جازم كلا شري كسرة إتا أضاء لساري لقو دينيه إما غاحة قرار روابا ينقر هذا الأضو كين بوليه رواوري يروي ورينيا لم يروي بأضر الإنسان مالك تبدي أحد ترسى هذا كسرة دي باكوها ليسا كما وريدي وانو توغتي لم يرمي ما توغن اما مرهدين عفوا كما وريدي يرمي وريدي يا بارسا مكا سو مرفوع كما يرمي لم يرمي او اسو مجزومه دبدنا حرف جازم كي يا دو جريا دبدنا ميم كسري سبا لدينيا كوا او كاويدي دركي يكوي او كاويدنيا لم يكوي ما كاويدين دبدنا واحد غوينيسا يادي او وو كسري سبا كو سو هري قضاء وحكمي يقضي وحكمي لم يقضي ما حكم دبيتنا ضاق كثير شلو كوتشوغي افهم المسموع اما كواكي عتريد لا غديسني واحد فهمتها وحال دغيسني ايميسيا له فهم مستمع دغيسو الى الحوار هورتا ودا شيكيسك دغيسو ثم اجب عن الاسئله سؤالها كجواب لغا ويديني حوارك عتريد بو كترا ماركا دغيسته سؤالها كجواب كيف كانت الحياة السدية هان شرتي نلصو في الماضي بريج هرس سدية هاي اثنين من المشكلات هو محد يبعتوين كثلاث ستة حضاء الله تي ستة حضاء يبعتوين يواجهها كهري مادة الشباب اللي يرد اليوم مات يبعتوين ستة حضاء ترى اللي يرد كهري مادة ما لكن ما انت أم وقت يعني بخلا مريو محيين ثلاثة لماذا لم يكن الناس ضدكم حيو نقوين في الماضي وقت جهرة يواجهون قار لكل ما مثل هذه المشكلات لباتنا ما أنت لباتون يمكن ما أنت ترى يا الدنيا ذيك التاجن أول هردة تيجي تري محاولة كل مواين يوم لباتون وقارة بعشرة تكهرة ما أنت نروح عشرة لباتون تدخل وقارة مر والبا جد والبين قبته هوس طالع أربعة متى يتزوج الشباب هذه الأيام ما المهم إنه نور الله اللي يرد النوري جور بيجورسته في الغالب أنت بدن خمسة بما نصح الجد محوك لتري أوجو الحفيدة إنك أوجو ويحي سؤال آخر واحد كده سؤال إسم مركز جيزتو عشرات إمارة شريط تكلم إمكان الله هذا تدريب تام واحد ليس كولاد تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك اسمه درس ذا ويديني ورعلين أما السؤال يجواب أدي صاحبك نشاط ثنائي وحوي شقاء إلى بقف قبل أيام أو نحمر إلى بقف واحد ما عمرك دالا دواء إمسة اثنين متى تخرج من البيت تقول لك غور ما تقبحها لماذا وقت ما حاضر قبحها ثلاثة متى ترجع إلى البيت غور ما تقول لك صار نقطة لماذا ما حاضر وقت ما صار نقطة أتشيكتو وقت ما أتشيكتو اللي جاوا اللي بيسووا الدنيا أربعة هل تخبر أهلك تتك أهل كاجا والد كاجا يولا لها أيه ما أتشيكتو بالمكان ماشى الذي ماشى تذهب إليه أتجيسو ما ترى هذا هل كان تجيه لماذا ما حاضر ترى هذا تادو شيكتو أما هذا أنا شيء ما حاضر وشيك ويدي لا بس أراد بوالله خمسة هل تخ هل تخبر مأور أنت أصدقائك صاحب هذا عفوا هل تخبر مأور أنت أهلك أهل كاجير هيركينا بالأصدقاء صاحب هذا الذين صاحب هذا تذهب معهم أضرع عظم أشجعت أو صاحب هذا أنرعنا وهب لي المدرة هذا أشجعت اللي ما هذا محد أشجعت هذا ما أشجعين محد أشجعوي هل تفضل موحد دور بديسا أتعشى الخروج مع الأهل إن غير كنا إسراع هذا ما كتقولي كبح يسوع أبها يهوه يدا يولا لها أيه أو مع الاستقامة صاحب هذا ما تعسى إن أتراعضه
وأض مارته مرت تقولي كبا حيصير راعو لماذا حداد إهلك عشان محلك شعلاتي حداد صاحبك عشان محلك شعلاتي تدريب تاني ليلس كلامات ناقش كل شيء كيسو الموضوعات التالية موضوع صعودة مع فريق كوح من زملائك صاحب هذا لك وهذا شيء كيسته ونشاط الفريق وشغب كوح قبر سيمك أوقف يلا بك بدن كيف واحد كيف تعامل والدك سأقول لك أنت والدك كل شيء سأقول والدك أقول لك أنت كل شيء كيسو كوح لماذا ويا سامح الله ما يسأل سات شيكتان اثنين كيف تعامل أمك سأقول لك أقول لك أنت لماذا ما حاس أقول لك ما يسأل ثلاثة كيف تعامل زوجتك سأقول لك ما يسأل حاس كذا لماذا ما حاس أقول لك ما يسأل شيء كيسو أربعة كيف تعامل ولدك سأقول لك أنت أين كذا يا المهذا شو لماذا ما حاس أقول لك ما يسأل خمسة كيف تعامل أخاك وأختك سأقول لك أنت ولا لك يا ولا شاب ستة كيف تعامل أصدقائك سأقول لك أنت صاحب ضاد وحاصرًا سويدية وكود الدولة أدي صاحب ضاد مرحلة الشباب إما كانوا حوي حل قدر يرني ماذا تهيأ وديار فكر كفر سو وكفكر في الإجابة جوابها تكبر حنيسو عن الأسئلة التالية سؤالها صوص عضة فالجواب تكبر حنيسو كفر سو واحد ما أهم مرحلة وما حل قو مهم سن أقوم مضن في حياة الإنسان قفك من رجيزة حل قوم مضن هو قرمة لماذا محي أنقطة وقت قوم مضن تلا اثنين لماذا يعطي الإنسان محو قفك أبحية في شبابه وقت ويريه أكثر مما يعطى وح إسجل لسيو وح كبدا محو أبحية أكثر مما يعطي من جدا لماذا يعطي محو أبحية الإنسان قفك في شباب الملك يريه أكثر إن كبدا مما يعطي في بقية عمره وقت ودلي يريه قفك محو أبحية محو أتراويا وح كبدا أنت من رأسي سهرني وحط طري وح كبدا يعني وح وقف ملك يريه وح تركي سابدا وأنت تنبئ نلاشة يا أنت هرئ نلاشة لابد وح وح تربدني هاي أنت ويريه يودلني يريه ما هي كل على أبو كل تاس لماذا يعطي هو بحياة الإنسان وقف في شبابه الدائرانتي زيادة يرني ويزا أكثر إنك فربدا مما يعطي وح بحنا يو أو بحن دارم هاي في بقية عمره نلاشي سأنت كهدي نولشي ستنبية تهارة وحقوفه وح بحين بدنيه هذا وح برشته هاي هذا فهمته هاي هذا حقوقته هاي هذا تاي شقه وح كسته قفه ملك دا غريه هاي أيو شقه بدنيه مقاسو وح برشته يكون في عين مقاسو فهم بدنيه ما هيكون عذابه كلي أو حتى حقوق بدنيه مركه ما هيقول على وذكرت حتى أرضي هنذا كوكو بدها عيارة وحنورنا من مركه جالان مدير إلى استيلات لا صدم وكفريستان وبقى بنكران وحاجة بدنيه سري ثلاثة ما رأيك ما حضورك في الشباب شابي إنا كنا ليلا الكسلاني إيه واحد جمدا إيه واحد جمد كليته إيه كرتدهم أربعة بأيهما تتقدم لبدك يا بيكو هرمران البلاد والضمادو بقوة الشباب محوق ليلا الدنيا هرمرية درك أم بخرب أم بخبرة أشيوخ مسوى أرقنما الأضياش موها الدنيا كو هرمرت حوق ليلا مسوحة كهر مرتها وايا أرق النمضة أي أضياش ليه وحا سيكي جوابي مكا وهو سؤال وكفكر بوكو لكسي فيرسو وحل مهرت مرحلة الشباب حلق أن يرى النمضة وأما أهم مرحلة وحلق أغم مضان في حياة الإنسان قفك استنو رشيسة حلق أغم مضان أغمنا يسني ووقتك أن يرى ليه وأغلى ثروة وحنوية برواقضة إياهم تدا أغم قالسا عند أمتي أمتي أي ليلة هاي أمتينا واحد هيستو واحد وقال سنة ليرضى هيستو هرمك كينتا علم كينتا إمامك كينتا هو جانك وأنا سنك تعدالة السميسة أمني قد استا هرمك السميسة هذه هي حاجة ومرحلة الشباب حلي قد اللي يرني مدو هي مرحلة العطاء ووقت وقف واحد بحيه وبرأس يعني واحد صار سميه والعمل وقت وقف الشقة قبته الدنيا صار جبي جدبه وأنت اللي يرني مدو والإنسان قفك الذي قفك لا يعطي أن وحب ترين وحب حين تصو وحتر الآن الذي لا يعطي قفك أن وحتر لهين في شباب أنت هذا يريهاي قل ما وح آذ يربى يعطي أن وحب حي وحتربى في بقية عمره نلش سنت كهرين وحتربوا يران زابا جب جدا وهو دي سواب إسقاب يسوى وكان كثير وح أهاي أن تفر بدن ومن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب الرسول كأي من الشباب
dalin yarada kamid ahaan gelgoodiba oo rasuulka baa calayhi salaatu wasalaam u dhisu dalin yaraha intooda badan oo ka yaraan ba isaga waqad wallahum wuxuu nabigu u dhiibay mas'uuliyadtan xilal buu u dhiibay asxaabta da'da yar kabiiratan waa weyn buu u dhiibay haythu walla haythu markii walla uu dhiibay kasiiran in fara badan oo minhum iyaga kamid a dhalinyarada wuxuu u dhiibay qiyaadata aljeish hogaaminta ciidanka abuu faraha ka saarayba in ciidamada hogaamiyaan wa fiihi isagoo ciidamada ay ku dhex jiraan fiihi fii jeish shuyuukhu lmuhaajiriin odayaashii muhaajiriinta oo ciidanka dhex socda iyo walansaar kuwii ansaarta oo ciidanka dhex socda dhalinyarada u dhiibay maamulka uu yihi idinku ciidanka hogaamiya odayaashii khibradda lahaa ee waaweyna oo hor socda oo dhex socda oo ku jira ciidan abuubakar iyo cumar iyo rikaa tiranas faqad wallaahu wuxuu u dhibay zayd ibnu xaarisata ninkii la odhan jiray iyo jacfar ibnu abi daalib ninkii la odhan jiray iyo cabdillahi ibnu rawaxata ninkii la odhan jiray ayuu qiyaadat aljeish hogaanka ciidanka gacanta ka geliyey fii ghaswati mu'tata dagaalkii la odhan jiray duulimaadkii mu'ta overso markaa saddexda nimo dhalinyar ahaay saddexdaba waa lagu dilay dabeedna markii dambe waxaa qabtay khaalid muuli ee la wareegay ciidanka maamulkiisa oo ka soo saaray ciidanka dibuurasho xeel dagaal buu soo geliyey uu ka soo saaray waa maalintii loo bixiyay sayfullahi almasluula way ku khatar bay ku galeen maalintaa meesha dabeedna ninkaasaa ka soo saaray ciidanka meesha oo yidhi dib ha looga baxo markii saddexdii hogaamiye lagu dilay saddexdoo isdaba taagnaayeen oo zayd baa u horreeyey jacfar baa ku xigay cabdillaahi dabeedna markaasaa kama walla usaamata siduu ugu magacaabay ee ugu dhiibay usaamata ibnu zayd laftiisa oo zayd halkaa qudhinta uu dhalay qiyaadat aljeish hogaanka ciidanka u dhiibay alislaamiya hogaankii islaam ciidankii islaamiga ahaa liqaswi ruum inuu ruum iyo yurub ku duulo yurub inuu ku duulo markaa nebiguna wuxuu dhintay isagoon dagaalkaasi aan ciidanku intuu aanba baxay aan weli dagaal gelin waxaa sii dhammaystiray abuubakar radia allahu canhu wa cumruhu da'diisu waxay ahayd 18 sanatan 18 jir buu ahaa dagaalkana uu u dhiibay dhalinyaradu waa culmoog ma soo jeestaan waxyaaba badanna way ku guulaystaan waxyaaba badan ku qaldami karaan laakiin waxay dhimanayaan iyo maaragtay xabadda inay ka fadhiistaan iyo waxaa ma yaqaanaan ninka caalooda ku dhashay dhalinyaradii oo ma yaqaano isagu ninka weli waa laba nafoodow marka dhibtana wuu yaqaan dheeftana wuu yaqaan waana laga dambeeya ninka weyn wax badan buu ku xisaabtamaa ninka yar isagu holoc u gelaya wa arsala mucaad ibnu jabal mucaad buu u diray ninkii loo mucaad ibnu jabal qaadiyan inuu garsoore ka noqdo fil yaman ilal yaman yaman buu u diray wa huwa fii marxalati shabaab waktiga yaman uu u diray keligi gobolkaa dhan dhalinyaru ahaa taxtaaju hadda waxay u baahan tahay alummatu ummaddu waxay u baahan tahay ummad kasta oo adduunyada joogataa ila shaabi nin dhalinyaraa alqawiyi oo awood badan oo karti badan aljaadi oo dadaal badan kaasaa hogaamiya odayaashu inta badan tashigoodaa badan wax adduunyada kacaanada ka dhaca oo dhan dhalinyarada rija oo hogaanka u haysa meel ay doontaba haahaato waa caado la yaqaano horumarkan iyaga abuuri karaa adduunyada ardayda jaamacada ka qalinjabinaysaa soo saarta afkaarta adduunka lagu horumarinaya iyo cilmibaarista ugu qiimaha badan oo waktiga maskaxda ugu fiican tahay loogu calo ladag yahay loogu karti badan yahay wax soo saar la samayn karo alladii yacnihii ninka dhalinyarada ee awoodda badan ayuu cudii bixinaya akhara mimaa yaakhud wuxuu qaadanaya wax ka badan ayuu bixiyaa dadka yaa wax soo geliya dadka yaa dhaqaalo u sameeya yaa tacliinta kor u qaada amniga yaa ilaaliya hogaanka yaa dhufta ninka da'da yar daayaraantu waa intuu qofku dee maaragtay marxaladda ilaa 40 wuxuu ka hooseeya dhalinyaradu ka mid yihi ilaa 18 ilaa 40 ummadda waxqabatay xoogga ummadda kharashka ay soo saaraan iyaka ku baxaan kay soo saaraan baa badan ninkan weyn inta ku baxdaa laga yaba inay ka badan tahay intuu soo saaray gebiisuba waa iska beeshan oo in ummadda uu culays badan ku yahay yaa laga yaba wax badan aanu soo saarin ama wuxuu soo saaray aanu badnayn ninka laakiin ummadda u shaqaynaya ee gaadiidka dhaaminaya kolba ur baa dhaamiye waa ninka da'da yar wuxuu yidhi walaa taxtaaju uma baahna ummaddu ila shaab nin da'yar alkaslaani oo wahsi badan alladii kaasoo yahtamu ku dadaalo oo keliya bidacaamihi wuxuu cunayo iyo madharihi muuqaalkiisa dhalku gashanayo faqad oo keliya cadhifihiisa un eegaya oo timihi soo u feedho iyo soo u xeerto un ka sheekaynaya oo kolba moodo soo baxday iyo dharka ka sheekaynaya oo kolba kaatun gashanaya silas gashanaya kuwa noocaasa faqad kuwaa ma jeclaayeen ummadu kuwaa uma baahna gebigeedba
ولا يحب أو أن تعلين العمل إنه شقق بتو ولا عطاء وحتره ومضوا حترنا أن تعلين بهم يجلس أنا كتير بقى كأمضوا مضهنا وكما تحتاج سأقوبها أنت على مضوا مضوا إلى قوة الشباب سأقوبها أنت أود اللي يرده تحتاج حكروبها أنت إلى خبرة الشيوخ ويا رجل مضوا أضياسنا لقمة مار بكريدا لا بد بقول له بهين وسؤالي مركورين ويديني حتى تتقدم سأو خرمرتو البلاد أمض وضمض على هذا حكمة الشيوخ وحماس الشباب عليها وحلا سكوترها ويا رجل مضوا يعقل بدنا أنت صوم ميرنتي صوب سلاتي أضياسه إليه هنا يتلاذة يتهيذ يو حترك حوجة للي يرضى على سكوترها وذا أضيق تلاذو لقى مركو تلاذة إلى وروا سدا يسدا نكر دقاتي وانكر دقير ساسا ميل وقارا إنن كير قلادات بدن بقري كرا حوجو يسوق وح بدن باسخ دمان عقلك سهل دولي وارينه آخر دمان مركو وح شيء حختك وبلان كديك كأضيق marka ninkaas uu dhigo waxa dabeed hoggaanka qabto wixii dhaqaajiya ninka daadeer wa tuxdu way qaldan tahay al-ummatu ummadu way qaldan tahay idaacadmada haday ku tiirsanaato cuskato oo kaliya cala quwati shabaab wadahum haday dhalinyarada oo kaliya awoodeeda oo qura ay cuskato isku haleeso oo xikmadda ka tagto odayaasha waa ummad qaldan ummadasi oo way aragnimadii hadii la isticmaalo waayo qaladka la sameeyo duminta badata ilaan waxba waruma hayaan oo culimo dadkan dhalinyaradu waa ahmalad haday dayacaan khibraadii shuyukh waa aragnimadii iyo xeel dheeraantii odayaasha ay nolosha ka dhaxleen hadii ay dayacaan oo baylihiyaan oo laga tago khasaaro uu bataa waada arintaas waxa way waada arinka aan ka hadleyna yaani wuxuu u jeedaa anta kuna inay tahay hunaanka halka umada dhaxdeeda calaaqatun xiriir waa inuu jiraa tayibatu wanaagsan oo ka dhaxeeya bayna jamee afraad mujtamaa مجتمع غيبه سكر الدول وحريه ونقصنا كده حياة وضع تسوانه كده حياة وضع سقيمانه كده حياة إسكاسوانه كده حياة والله سكت دوبين هاي سيس بحريهين كبار عندك وأوين وصغار عندك يريد رجال رجع ونساء ضبكة عد عد كم مرة تعملته فرنا فول مرة قضوا وإن يعني بربك كبر حواب بخير قلين تمر كنا عودك كده داليا وخرج كنا عودك كده داليا ورجلنا عودك كده داليا وطلبنا منك صوت ضبح حياة قلوبنا الله طورية انت كل هذا الشقرة يبدنا لو دفلين ايا ساسي امدو حكونا قطاع حتى تصل الى اي قادو الامت امدو الى ما تريد وحي دونيس او دول الدمو اي اقون اي البحنمو اي هرمر اي النبدليو وحي اي كفو كرسو ديون وناكسن وحي قبسان سا انت اصوان سكاشتها وقول في الشقرة انت سقبتها هذي كالي فايلها بضم بصوبها ايا استيعاب ومعنه اللي فهمه تدريب واحد ليلسك الكوبان ضع علامة صواب علامة صفحة تارتها وعلامة خطأ أما تخلط كسار في المربع أفرجيس لها هل كاكو قرن ويحي صحة نفسها قلي ويحي قلت دخلت قلي ثم صحي الخطأ ويحي خلط هذا الشيكتي أدوك صحة أقر الصواب ويحي هو صحة هل كنت بدنا قوة أقر واحد ويحي لي الشباب للي يردوا ثروة وابر واقع وارد قال وأود ووحا ثروة وحا لقوه رمار واحد وانتها نقود يكيتها عند الأمة المضيئة هيستو تاسوا صحة انت دلن يرفع عن هيستو دلقاسي وهيستو هرمرنا وهيستو ما هر دلن يرى اون عن معنى الهين دلن يرى التوبرن وعلمي ديني جها اي مادي اخلاق دي اي اوودي اي اسكو حدنان تيلي هده او مدلية دهي هرمر با اصوص عده اتنين الذي يعضي في شبابه قفك الذي يعضي في شبابه لا يعضي بغيت عمره قفك دلن يرى نوح ترى انت دمو حمو ترى تاسوا قلب qof qadoo dhalinyaro wax taro marka dam waarinaysa badata kartidu u lahaa ya aqoontii u lahaa dhalinyarnimadii oo waarinimo ku darsatay qayb kamida hadhow faa'iido leeyahay oo faa'iido uu keenaya waxa ma tarayo haduu inta hore waxba taray inta dam waxba taray buu ku yiri marka waxa weeyaan waxba u tarayaa labada goorba kaasina waa qalad tahtaajul biladu ummadu waxay u baahan tahay dalalku waxay u baahan yihiin adduunka ku yaalo dhame ila quwwati xoog bay u baahan yihiin oo waa xaq dhalinyarada wal khibrati way aragnimo iyo aqli gaamuri ayuu baheen hatta tatqaddam saa horumarto labadaas markay iskaashadaan dadka xooga ah iyo dadka talada haya oo isku xiran oo talada rag u dhigayo aqoonta u leh iyo dumarba u dhalinyaraduna fulinayso kulkaas horumar la gaaraan arbaa taaro wala saxaya oo sax arbaa arsala rasuul sallallahu alayhi wa sallam rasuulku wuxuu diray muad ninkii loodan jiray liqaswi rom inuu dalkan yurub la ilaahdo ku duulo kaas waa qalada wuxuu diray qaadina lil yaman inuu garsoor ka noqdo yaman
سقوينا يرى خمسة الذي يهتم بدعامه نك كود ذلك ينتظر عنا يوم يوم مثارهم وقال كيسة يدركوا حرنا يو يسدوا فرنا يو المراد يسدوا عونا يا فقط أو كليا شابوا كسلان وإن الذي يراه وحش بدر وحمد تراه ورب تانا ولا صحيا هذو أنت كسب أيو أنت هذو قبل ما حاضم علي ده كسيدرن تدريب تاني ليلة سلابات وحوي أجيب باختصار عمايري كشوا بحنا صوص على سكوبن واحد ما مرحلة العطاء والعمل وما هيحل قف وحصو صارنا ليه هاي أو شقيه في حياة الإنسان قف دولشيسة قيبته وحنا صوص صارا أو هو صوص صار وحكوب حياة أو هو صوص صار يا بديه هاي شقدي سنبضان توقت مرحلة الشباب وقت اللي يدمد وين قف كستا وحلا يا أولان وحسيد قال نبان إرك دبوا أي نيران كل الله فري وين هو حلو بيرة عادي يعني هذا يشر قف هو صوص صارا أنت يري هاي أي واحد جاه وحصو صار أمضى نفع اثنين من الشاب ومحنكة لليردة الذي تحتاج أيوب هانته إليه سجال مط لليردة لجها الله يسوع من ما هي كومضة أنفع أومضة هرمر يواكما والقوي الجادوية وأنا كذا لليردة أود لي إددارك أيضا أربعة من الشاب ومحنكة لليردة الذي كرسول الله يحب العمل أنت علين شقو يول عطاء وحبين يحصوصا والشاب الكسلان وكوهسك بدون ويكاسنا خمسة من الشباب يا كمدر اليردة وولاهم الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك وديبي مسؤوليات كبيرة حلال ووين لليرد أمك عابي يا كمدها وها كمدها سيد بن حارثة كمدها جعفر بن عبد طالب كمدها عبد الله الرواحة كمدها معاذ بن جبل كمدها انت أصدر لليرد هاي مفردات وأريو تدريب واحد وليس كوباد سلوة حديثة بين الكلمتين لبدا اري اللتين لبدا اري تاتيان معا وذا الصعودين اسكو معناه اسكو خرين يحي واستعملهم او ادهغسو في جمله من انشائك جملات او ادهدهي لبدا اري وا مخي خبره تو هلكا كو قورن واحد او غينيسا حق دنبه افرتا اشيوخ واي ارنمد اودياش غزوه تو هلكا كو قورن واخا كو دريسا موته تدولماتكي موته قياده او هلكا كو قورن واخا كو دريسا الجيش او هوغامينتا عيدنك واخا هلكا كو قورن اصحاب وهل كان قرآن الرسول استوحى لبعض أصحاب الرسول بعض مركا ونس هل كان شيوخ باكو قرن وهل مركا هل كان فحر إيسا شيوخ الأنصار هل كان أنصار باكو قرن وضياشي أنصارين قوة بهل كان قرن هل كان الشباب لبعض أسكود دون حريق سلحي قوة الشباب دي حوق دان يرد هذا التدريب الثاني هو الله يسكى لبعض سيل واحد حر إيسا بين الكلمة أريقة وتعريف المناسب إيا معنها قوها بون يحق هرية هل كان الشباب باكو قرن واحد محامك أصوم عن النساء وحلوني المرحلة هو وقتي من العمر يقف قد أدي سن رشيس كمدة وبعد الطفولة عروري ماذا خدم بيسا وماك في المية كبحه نرش وقرأ على يرى ليلا المهاجرون بارك أكو قرن بارك وح خطر إسهال كألف محاكو قرن الذين واقوي هاجروا كصواق حين مهاجرين تو من مكة مجال مكة إلى المدينة المنورة إن منك إذا تيجي مدويا حلك وح قرن الغزوة الغزوة ومحي حاجة ضم بيج هذا الحرب وحوية والدقال بين الجيشين عيدا أحمر أيها هذا غزوة وفيها الرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولك هو قامين هذا رسولك هو قامين غزوة لما سريع ليلة هذا رسولك هو قامين الدولمات كان إسلام كان غزوة ليلة والدولمات الله عيدا وقال إسلام ورسولك هو قامين الكسلام وأيو الذي لا يحب العمل وأنك وحسي قبضين وأنك شقدت عليه الأنصار وأيو يعني ليلة وأيو أهل المدينة وادتي مدينة دقنا الذين كواصوا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي قرمي بلغة الأنصار انتو رميسي والله أعلم بسواب وبالله توفيق.